أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الذي يدعي أنه مسلم ولكنه يشرك بالله ولم تقم عليه الحجة هل هو مسلم حقيقة؟ لماذا لم تقم عليه الحجة؟ بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قامت الحجة. كل مسلم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، والقرآن هو الحجة. قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. إنما يعذر بالجهل الذي نشأ في مكان بعيد عن المسلمين، لم يسمع قرآنا ولا خبرا عن الإسلام، هذا هو الذي يعذر حتى يبين له. أما من نشأ في بلاد المسلمين وسمع القرآن قرأ القرآن فهذا قامت عليه الحجة. نعم.